منذ 50 عاماً خطت الإمارات خطوات مهمة تسجل في تاريخ الإنجاز، وأعطت الصحة أولوية قصوى لتسهم في تحقيق الرخاء. فكانت الرؤية الشمولية لتطوير القطاع الصحي تبعها العمل الجاد على أرض الواقع لتحقيق الأهداف. فعام 2014 أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. وكان عام 2015 مفصلياً في اهتمام الإمارات بالقطاع الصحي، فقد أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2015 عام الابتكار لتصبح الإمارات مركزاً عالمياً له، ليتبع ذلك إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع استراتيجية الابتكار عام 2019 إلى 2021 تحت شعار ريادة في الابتكار لنظام صحي بمواصفات عالمية. ومنذ ذلك الحين بدأت الوزارة بإطلاق مبادرات متنوعة ضمن شهر الابتكار، يشارك فيها الشركات والأفراد من مختلف الفئات، أسهمت جميعها في رفع الوعي الصحي وتقديم أفكار ريادية مبتكرة تدعم التطور المستمر. تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة الخمسينية الثانية من تأسيسها بخطى واثقة وعزيمة قوية وفق خارطة عمل مستقبلية منبثقة من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، التي جعلت من الابتكار منظومة متكاملة وسياسة وطنية واضحة لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. وعاماً بعد عام يستمر الإنجاز لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 في جعل الإمارات الدولة الأفضل في العالم في كل المجالات.